يتطلع الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك لتحقيق الانتصار الأول له مع الفريق خلال مواجهة سيراميكا كليوباترا، ويلعب الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا مساء غد الأربعاء في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 19 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2022-2023. واستهل الكولومبي مشواره داخل قلعة ميت عقبة بتعادل إيجابي أمام المقاولون العرب، بعدما كان الفارس الأبيض قاب قوسين أو أدنى من تحقيق النقاط الثلاثة حتى اللحظات الأخيرة التي سبقت صافرة النهاية. وتمني جماهير الزمالك النفس بأن تكون مواجهة سيراميكا كليوباترا هي الانطلاقة الحقيقية لأوسوريو من خلال تحقيق فوز يمنحه الثقة ويعبر به عن إمكانياته الفنية والخططية في بداية رحلته داخل القلعة البيضاء. الزمالك جاهز لمواجهة سيراميكا كليوباترا لمصالحة جماهيره بالنقاط الثلاث ومن أجل انطلاقة حقيقية للمدير الفني الكولومبي داخل أروقة القلعة البيضاء. ورجعنا لكم مرة أخرى، وما زالت الإشاعات كتيرة جدا عن منع رئيس النادي من الدخول النادي، عن عدم تواجد رئيس النادي. المعلومات بتاعتي اللي بتوصل لي إن رئيس النادي موجود وما زال موجودا داخل النادي. معرفش إيه اللي ممكن يحصل بكرة، بس للأسف إشاعات 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 وكلام كتير جدا جدا منتشر في كل حتة. ربنا يكون في عون نادي الزمالك، ربنا يكون في عونه بجد والله العظيم. طيب معايا ومعاكم واحد من نجوم كرة القدم المصرية السابقين، لعب لأكثر من نادي في الدوري الممتاز سابقا زي نادي القناة، وطبعا نادي الزمالك لعب له في قطاع الناشئين والشباب، ثم رحل عن الفريق ثم عاد مرة أخرى ودخل منتخب مصر ولعب في كأس الأمم الأفريقية 94 في تونس. مميز جدا كمان في كلامه وتحليله عن كرة القدم، الكابتن الكبير كابتن إسلام فتحي. كابتن إسلام، إزي صحتك عامل إيه؟ أخبارك إيه؟ الحمد لله في نعمة. كل سنة وأنت طيب. وأنت طيب يا حبيب قلبي. ربنا يسعدك عليك وعلى أسرتك بالكامل يا رب. وأنت طيب يا كابتن خالد وكل الشعب المصري طيب. مناسبتين كبار جدا، عيد الأضحى وعيد شم النسيم للإخوة الآباط. عيد الفطر. وعيد الفطر أنا آسف. عيد الفطر وعيد الأضحى. دماغي في اللحم أصلي. ايضا كان امبارح بقى خلاص، احنا دلوقتي الساعه 12 و5 دقائق كان عيد تحرير سينا 25، وانا بانتمائي لنادي حرس الحدود وهو احد الافرع الرئاسيه للقوات المسلحه، ببلغ التهاني وارق التحيات لسياده اللواء عماد اليماني قائد القوات المصريه لحرس الحدود، سياده اللواء اسامه رئيس جهاز الكوره، سياده العميد محمد فتحي المدير التنفيذي. بقول لهم كل سنه وانتم طيبين، كل سنه والجيش المصري طيب وبخير دايما يا رب ان شاء الله. امين يا رب العالمين. طيب كابتن اسلام، الزمالك بيمر بمرحله صعبه قوي قوي قوي، بتمر بيه ما مرتش بيه بقالها سنوات طويله جدا. شايف الدنيا رايحة لفين في ظل كل المطبات اللي فيها نادي الزمالك؟ بص كابتن خالد، في البداية تعال نتفق ونقول ان هناك مشاكل فنية، هناك مشاكل فنية لا احد يخفي ذلك وما نقدرش نقول غير كده، ولكن تعال نتفق ان المنظومة الرياضية في اي مكان في العالم بتبقى من ثلاث عناصر، او اهم حاجة فيها هما الثلاث عناصر دولت: الاجهزة الفنية واللاعبين ومجلس الادارة. اي خلل في بند او اي خلل في عنصر من العناصر الثلاثة اكيد بيسمع في العنصرين التانيين. ولكن تعال نتفق يا كابتن خالد ان لما بتبقى المشكلة فنية ما بتتعداش الملعب، سواء كانت من الاجهزة الفنية او اللاعبين. المشكلة الاكبر بتبقى في الاستقرار الاداري، لان دائما وابدا مجالس الادارات هي اللي بتحط السياسات العامة للاندية، وبالتالي لو هناك خلل في وضع الاساس بيبقى خلل في المنظومة كلها. انت ممكن تستحمل مدير فني قليل، بعد ماتشين ثلاثة اربعة هتمشيه. ممكن تستحمل لعيب مش كويس، ممكن في الانتقالات سواء في يناير او في الانتقالات الصيفية تمشيه، لكن لا تستطيع انك تتحمل التصدع في مجالس الادارات، لان مجالس الادارات دي هي الركائز الأساسية للأندية. فإذا إذا 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 الخلل
والتصدع وصل لمجلس الإدارة، أنت بتمر بمشكلة كبيرة جدا، لأن مجلس الإدارة يا كابتن خالد هو اللي بيحط السياسات اللي بيمشي عليها النادي كله، اللي بيمشي عليها 50 أو 60 رياضة. لو إحنا بنتكلم عن نادي الزمالك مثلا، نادي الزمالك مش فوتبول بس، نادي الزمالك كورة وباسكت وفولي وسباحة وعلاب قوة وبلياردو، وقول زي ما أنت عايز، وجماعة عمومية كمان. بالظبط كده، أنت بتتكلم من أكبر الأندية اللي موجودة في مصر وفي أفريقيا وفي الشرق الأوسط. وبالتالي إن الخلل يبقى موجود أو المشكلة تبقى موجودة في العنصر الأساسي اللي هو عنصر الإدارة، لا أكيد يبقى عندك مشكلة كبيرة جدا يا كابتن خالد. طبعا أنا متفق معاك. لما باجي أفكر كده فنيا في أداء الفرقة، يعني أنا بمنتهى الصراحة وأنا بتفرج على ماتش صن داونز وشباب بلوزداد، في شباب بلوزداد الجزائر، الجزائر اتخضيت من أداء صن داونز ضد شباب بلوزداد وقدرتهم على الوصول للمرمى وإحرازهم لأربع أهداف عكس الزمالك. تمام، وده وراني ان في خلل فني اكيد قوي جدا لفريق نادي الـ 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 الزمالك، خلل فني في نص الملعب بالذات. تمام. كابتن اسلام، خلل فني في نص الملعب. تمام. بصوره كبيره جدا واضحه. لكن في نفس الوقت برضو انا لو عندي يعني لعيبه 60-70% وعندي استقرار اداري ومالي وحط تحت مالي ده 100 خط طبعا، لان اللاعب في مصر حاليا نمره واحد الانتماء عنده الماده للماده. مظبوط. عكس في السابق زمان، لان كان كل الناس طالعه من قطاع الناشئين والشباب. مظبوط. يعني للنادي سواء زمالك، انا وانت كنا قطاع ناشئين الزمالك، وبالتالي كنا طالعين بانتماء جامد للنادي، بتحمل ظروف النادي، بتحمل الضغوط الماليه اللي ممكن يمر بيها النادي، بحبنا وعشقنا للفانيلا البيضة، باحترامنا للجماهير الزملكاويه اللي كانت متواجده في التدريب قبل الماتشات. مظبوط. لكن دلوقتي غياب المدرجات سواء في الملعب في التدريب او في بتاع، اصبح الـ 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 المال جزء كبير من ان انت تحرك اللاعب. تمام. ان انت تخلي اللاعب يركز. تمام. ان انت تخلي اللاعب يبقى عايز يعطي في الملعب. مظبوط. يعني فاعتقد ان عدم الاستقرار الاداري ده حتى لو النواحي الفنيه نص نص، لكن بتنهيها. مظبوط. زي ما انت قلت يا كابتن خالد كده، تعال نرجع لماتش صن داونز ولشبيبه القبائل، شباب بلوزداد. شباب بلوزداد مشكله نادي الزمالك ال 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 الخط الوسط بالذات اللي هو المحور اداء اي فريق، ما عندناش اللعيب اللي بيكمل تحت الراسين الحربة. يعني هو الراجل فيريرا قبل ما يمشي كان بيلعب بثلاثه صراح جدا، سواء كان رؤى او عماد او عمر جابر في بعض الاحيان، الثلاثه كوبي بيست واضحين جدا يا كابتن خالد في الوظائف والواجبات. لا انت ما ينفعش، نادي الزمالك انت برضو نادي كبير، التامين الدفاعي مطلوب، لكن برضو لازم الزياده العدد الهجومي لازم يبقى متواجد. الثلاثه ما كانش عندهم دولت، اللي كان عنده الحته دي الوحيد ومشى كان امام عاشور، كان هو اللي بيقدر يلعب 8 ويكمل تحت راسين الحربه ويلعب 10 واحيانا 9.5. لكن فيرارا كان عنده مشكله كبيره جدا في الحته ديت، ان هو كان بيركز قوي على 3 في قلب الملعب، والثلاثه واجباتهم دفاعيه بحته، او اخرهم نص ملعب الخصم، لكن ما حدش منهم بيقدر يكمل. وعلشان كده يا كابتن خالد لو تلاحظ ان الغزاره التهديفيه او الـ 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 الاهداف لنادي الزمالك في البطوله الافريقيه قليله جدا، في الدوري العام كانت قليله جدا، وده نتيجه عدد او قله عدد اللعيبه المهاجمين اللي بيلعبوا داخل نادي الزمالك. نمره 2، انت اتكلمت على الاستقرار الاداري والمادي. اكيد دلوقتي الكوره في اي حته في العالم، واحنا مش بعاد عن العالم كنادي الزمالك، هي للمال. المال دلوقتي او لغه الاحتراف فهو اللي موجود ومسيطر، وده اللي بيخليني اكمل كلامي اللي بداته في الاول، مين اللي بيحط السياسات الماليه؟ هو مجلس الإدارة، لأن مجلس الإدارة اللي بيتفق مع خالد، مجلس الإدارة اللي بيتفق مع إسلام. وبالتالي إن اللعيب لما بيحس إن في مشكلة وعدم استقرار لمجلس الإدارة بيبدأ يفكر في نفسه، رحيل رئيس نادي. بالظبط كده، عدم استقرار. ما هو رئيس النادي ده هو اللي قال لي هتاخد 5 قروش، لما رئيس النادي يمشي ويجيبوا رئيس نادي تاني هل هيديني ال5 قروش؟ هيبدأ اللعيب يفكر في الحتة ديت، وبالتالي أنت خدته من الحتة الفنية تماما. وبالتالي يا كابتن أنا بأكد على كلامك يا خالد إن اللعب في مجالس الإدارات هو اللعب بالنار طبعا، لأن مجالس الإدارات هي اللي بتحط السياسات العامة، سواء كانت سياسات مالية أو تنظيمية أو ضوابط أو إجراءات او سياسات انتقال لاعبين. لما تلعب في الحته دي انت بتلعب في ركيزه اساسيه جدا في اي نادي ممكن يؤدي لمشاكل كبيره جدا فنيه، مع ان انت بتتكلم في مجلس الاداره، لكن التوابع بتاعتها بتوصلك لمشاكل فنيه زي ما حصل مع فريق نادي الزمالك دلوقتي. انا عايز اقول حاجه برضو بالنسبه للناس والالعاب الصالات يا كابتن اسلام.
انا عندي كان عندي اتنين محترفين جامدين جدا جابوا لي دوري وكاس، واحد من كوبا واحد من البرازيل. تمام. بعد نهايه الموسم اللاعب البرازيلي احترف في فرنسا، واللاعب الكوبي طبعا شايف عدم استقرار، طبعا شايف الدولارات طبعا ما اعرفش ايه في مصر وقلت واديك فلوسك بالمصري اديك فلوسك بالدولار، رحل. مظبوط. تمام. فاصبح اهم اتنين في الفرقه غابوا عن فرقه الطايره. تمام. خسروا اعتقد الكاس لكن كسبوا الدوري. تمام. رجاله لعيبه الطايره. ايوه كده. السيدات رغم كل الظروف الصعبه اللي مروا بيها كانوا بيعافروا حتى النهايه مع فريق النادي الاهلي. النادي الاهلي. كره اليد استغنينا عن خمس ست لعيبه ومنهم اهم لعيب في مصر يحيى الدرع. الدرع طبعا. سافر وترك الفريق مع كبر سن احمد الاحمر تخطى ال 40، وبالتالي وطبعا الامور الماليه وعدم الاستقرار المالي طبعا. الحجز على فلوس النادي كل ده بيؤدي الى ان انت ما تقدرش تكسب وسط كل اللي مصهور. بيحصل ده بسهوله او تكسب بطوله. يا خالد يا خالد، نمره واحد ونمره اتنين ونمره تلاته بالنسبه للرياضي، مش لعيب الكرة بس بقى، للرياضي هو الاستقرار المادي. عندك استقرار مادي، عندك استقرار في حاجات كتيره جدا. لان انت لاعب الكوره او الرياضي عموما انت بتلعب وانت مسؤول عن بيت، مسؤول عن اسره، مسؤول عن فيوتشر لمجموعه اولاد وزوجه و و و او اهل على الاقل. فلما بتلاقي المشكله جايه لك في الناحيه الماليه، طب انت هتركز في ايه؟ هقول لك حاجه بالظبط، وادي امثله للناس اللي بتتفرج علينا. الناس بتتفرج علينا كلنا بنشتغل، كلنا بنشتغل عشان اسرنا، وبنشتغل عشان أكيد. نكسب فلوس ونصرف على عيالنا واسرتنا وكده. لو اي حد بيتفرج عليا دلوقتي بيشتغل في شركه، بيشتغل في اي مكان، في بنك، في اي حاجه، قعد مثلا اربع شهور ما بيقبضش. مظبوط. هل هيكون رايح الشغل بنفس ساتسفايد؟ لا طبعا. هيكون مبسوط، هيكون طبعًا. عايز يبدع، هيكون عايز يشتغل بكل قوته. فالوضع بعدم وجود استقرار ده مشكله مظبوط. كبيره. مظبوط. يا خالد يا خالد، نمره واحد للابداع هو الاستقرار. انت علشان تبدع لابد من وجود استقرار. ما ينفعش ابدا يكون موجود في ابداع مع عدم وجود استقرار. الاستقرار بيخليك تفكر في كل حاجه كويسه، الاستقرار بيخليك تعرف هتشتغل ازاي، السيستم الشغل ازاي، هتبدع ازاي، هتفكر ازاي، هتعمل ايه جديد ازاي. ليه؟ لانك عندك استقرار مادي، والاستقرار المادي يجيب كل حاجه بعد كده. لكن انت زي ما بتقول انا بقالي 3 4 شهور ما بقبضش مثلا يعني، طب انا دلوقتي هفكر في اللي في البيت ولا هفكر ابدع في العمل ازاي؟ لا اكيد هفكر في اللي في البيت. هفكر ان انا اجيب ادفع مصاريف ولادي ازاي ولا افكر في الشغل؟ لا هدفع مصاريف ولادي ازاي. وبالتالي الاستقرار المادي هو اساس كل حاجه يا خالد. حتى يعني الكوره تلاقيه يعني مثلا حتى القرآن نفسه لما ربنا قال ايه؟ المال والبنون، يعني قدم المال. المال مشكلة كبيرة جدا. المال مشكلة كبيرة جدا. إذا كان هناك استقرار مالي لأي فرد في أي مجتمع هناك ابتكار، هناك تجديد، هناك نشاط. وجود عدم استقرار مالي لا بيؤدي لتوابع غريبة جدا. وبالتالي الحجز على أموال النادي طبعا والنواحي الاقتصادية اللي بنمر بيها لا بيصعب المواضيع طبعا. لكن ارجع تاني كابتن اسلام، انا عايز اتكلم فنيا على فرقه الكوره. تمام. وانا بتفرج على الماتش بتاع سان داونز وشباب لوزداد بلاقي ان لعيبه نص الملعب كل واحد فيهم قادر على الاستلام تحت ضغط، قادر على الترقيص، قادر على اللعب من لمسه واحده والتحرك بدون كوره، وبالتالي بتلاقيهم بيوصلوا لمرمى الخصم اكتر من 10 مرات. مزبوط. سهل جدا. مزبوط. وده شفناه حتى سان داونز امام الاهلي هنا وهناك كل مبارياته على كل مباريات. وبالتالي اما بقعد افكر لما اتفرجت على ماتش الزمالك وشباب لوزداد كنا بنفقد الكوره الميس باس غير طبيعي، وكنا كاننا بنطفش ونرجع ندافع، تطفش ونرجع ندافع. مزبوط. تطفش وكأنه حسسنا ان شباب لوزداد فرقه تقيله. مظبوط. اما لعبت قدام سان داونز لا حسينا ان احنا عندنا مشكله في نص الملعب، ان احنا عندنا مشكله. اهم حاجه اهم لعيب كوره في نص ملعب يا كابتن اسلام، وانت كنت لعيب نص ملعب جامد وكنت باصير 10 على 10، هي ان انت تكون عندك قدره على الاستلام والتسلم والتحرك بدون كوره وعدم فقد الكوره بسهوله والضغط على الخصم. دي سمات نص ملعب البطل. مزبوط. او نص ملعب الفريق البطل. مزبوط. لكن الفريق اللي بيفقد الكوره بمنتهى السهوله وبيلاقي صعوبه في استعاده الكوره عنده مشكله أو كبيره، او البناء من الخلف للامام. مزبوط. او خلق فرص، لا دي مشكله. مزبوط. عمر ما هتلاقي فريق بطل كده. مظبوط. بص يا خالد بص يا خالد، تعال نتفق ان اسهل حاجه في الكوره
هي اصعب حاجه اللي هي ايه؟ التسليم والتسلم. تمام. انت امتلكت لعيب بيعرف يستلم كويس ويسلم كويس، انت ما عندكش مشكله في الملعب دلوقتي خالص. وبالتالي اللي كان بيحصل في الفتره الاخيره مع فييرا هو كان تحس ان ما فيش جمل اللعيبه بتلعبها او تتمرن عليها في التدريبات، بدليل ان الكره لما تبقى موجوده مع نادي الزمالك ما فيش اي زياده هجوميه، دي نمره واحد. نمره اتنين، الكلمه اللي انا بقول عليها يا كابتن خالد، ان الثلاثه اللي كانوا بيلعبوا في نص الملعب الثلاثه واضح جدا جدا ان القماشه واحده، ما فيش اي ابتكار، يعني 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 التسليم والتسلم ممكن يبقى موجود ولكن مش مع زياده هجوميه، مش مع خلق مساحات، مش مع مكسب مساحات. نمره ثلاثه وده الاهم يا خالد، ان كان البيلد ان عند نادي الزمالك او بنى الهجمه عند نادي الزمالك في مشكله. تعال نتفق ان حسام وعبد المجيد والونش واحيانا المسلوسي هم لعيبه كوره وفوتبولر وكل حاجه بس مش بناء هجمه. برافو عليك. او زي مثلا كابتن اشرف قاسم، لا زي لا سامي الشيشيني، زي المجموعه اللي زي معتمد جمال بالظبط، يعني بالظبط كده كان لعيبه بتعرف تبني بالظبط كده. واذا عبد الهادي كان لعيب كوره يعني يعني مدحت يجي نمره 2 بس كان بيعرف يطلع بالكوره وبيعدي وبيشوط مفيش مشكله. فاذا كان عندك القماشه دي موجوده تحت اللي هي حسام والمسلوسي والونش وموجودين بالامكانيات ديت، يبقى لازم الثلاثه اللي موجودين في نص الملعب تقال جدا علشان يعني ايه يغطوا عليهم. انا نسيت واحد كمان جامد جدا، وائل قباني. ووائل طبعا طبعا طبعا، يعني احنا بنقول على سبيل المثال ده الحصر وهيثم فاروق عشان ما حدش يزعل يعني. وبشير والله كان امكانياتهم، انا بتكلم كامكانياتهم كان في لعيبه، انت بص بقى تعالى في اقوياء جدا لكن برضو كان عندهم كوره. ما احنا بنقول اهو يا خالد، يبقى حتى لو الخط الامامي او الخط سامع منعم اول خط ليك وحسام برضو، يعني احنا بنقول على سبيل الحصر على سبيل المثال كابتن ابراهيم يوسف طبعا بقى. لا كابتن ابراهيم مالناش دعوه بيه، ده في قصه في ده الغزال يعني رحمه الله عليه الله يرحمه. فاذا كان عندك الخط اللي تحت كده يبقى لازم يتعوض باللي موجودين في نص الملعب، لكن كانت الدنيا مش واضحه قوي في نص الملعب، يعني كان الكره بتطلع بصعوبه قوي من تحت لنص الملعب وبتطلع بصعوبه اكتر من نص الملعب لللاين فيرود اللي قدام، وبالتالي انت ما كانش ليك اي شكل هجومي خالص، بدليل اللي انا قلت لك عليه ان المعدل التهديفي لنادي الزمالك في البطولات الافريقيه والدوري العام مش كتير، يعني الزمالك لعب 4-5-6 ماتشات ويكسب 2-0، يلعب 4-5-6 ماتشات ويكسب 3-1، مفيش غزاره تهديفيه، مفيش حته البيلد ان بنى الهجمه ما كانتش موجوده. ده اللي هيودينا اسلام، يعني ممكن انا وانا بقعد افكر والله، وانا الحمد لله يعني بشكر مستشار مرتضى منصور لتواجدي في اللجنه الفنيه لفريق الكوره مع فطاحل في الكوره يعني. طبعا. لما بقعد افكر اسلام ايه اللي ممكن نعمله السنه الجايه لفريق الكوره وايه النواقص اللي الزمالك محتاجها. بص يا خالد انا هقطع كلامك، انا نفسي وانت عضو في اللجنه الفنيه وكل الكباتن بتوعنا، انا عايز اللعيب اللي يجي يلعب في نادي الزمالك اول ما يدخل باب النادي ينزل يسجد لربنا ركعتين شكر. ده اللعيب اللي هيخدم نادي الزمالك يا خالد، مش لعيب نادي الزمالك اللي انا لم له فلوس عشان يجي يلعب. لا صح، لا دي كانت غلطه كبيره جدا 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 بالظبط، لان انا يعني انا ما قعدت افكر كده على بعض الصفقات بدون ذكر اسماء، لا ممكن تلاقي مثلا صفقه كانت عندنا السنه اللي فاتت احسن من اللي جت. تمام فما قعدت افكر، قعدت اقول زيك كده بالظبط. اولا الزمالك مش محتاج نوعيه من المدافعين اللي هم الويل بيلت والاقوياء بالظبط، لان عندي مظبوط، فاهم قصدي؟ عندي الاقوياء دول وعندي اللي هو قدرات وعندي الهيدرز وعندي الفايتر عموما، الفايتر موجود، يبقى انا ناقصني ايه؟ ناقصني المدافع اللي بيعرف يبني هجمه من الخلف، لعيب الكوره. لان ليه؟ لان المدافع يا جماعه اللي بيبني هجمه من الخلف هيكون جزء مهم جدا في حل التكتل الدفاعي للفرقه اللي بتلعب قدامك. تمام. لان في النهايه لو انا عندي انا لعيب مش ممسوك، مظبوط، في معظم الاحيان اللاعب اللي جاي من ورا السيرد باك اللي جاي من ورا مش ممسوك، مظبوط، فلو عنده قدره انه يطلع بكوره لغايه ما حد يخش عليه هيبصيها، هيعرف يباصي، يعرف يستلم، يعرف يعدي، فاهم قصدي؟ ده هيحل لي جزء بالظبط. انا اقول لك حاجه، ربنا يشفيه ويديله الصحه وطوله العمر برنس الكره المصريه اشرف قاسم. اظن موسم 95-96 كان هداف الدوري وهو بيلعب ليبرو بالزبط. علشان كانت فيه الحته دي بالظبط، ان هو كان بيقدر ينجع من تحت لفوق، هو فاضي خالص، يقدر يلعب على الجناب، يعمل اختراق من العمق، يجي وان وهو بيلعب ليبرو، راجل بيلعب مركز 4 أو 5. صحيح. فده الراجل اللي جاي من تحت زي ما انت بتقول يا خالد، هو جاي فاضي خالص، نمره واحد، نمره اتنين جاي بوشه، نمره تلاته يا سلام لو فوتبولر،
زي كابتن اشرف قاسم، هيعمل لك زيادات وهيحل لك تكتلات. لكن انت زي ما انت بتقول كده، حته ان انا ابقى لعيب ده كان زمان بقى الكره اللي هي ايه، وينزل بدماغه على الارض ويطير في الهواء ويعمل بلاك هول. الحاجات دي موجوده، بس خلاص بقى ادم عليها. بالظبط. حتى كمان من ضمن الحاجات المهمه لاي فريق بطل هو رقم 6 ورقم 8. تمام. رقم 6 و8 دول، 6 ما بقاش مواصفات اللي هو الضريب الديفندر الاصلي، لا ديفندر الضريب وبتاع، لا ده ديفندر بيقطع ويسلم ويلعب ويشوط مظبوط ويرقص ويباصي. صح. نمره 2 8 ده بيبقى الرايق. تمام. يعني زي فرجاني ساسي كده. تمام. يعني في لعيبه كده رايقه، يعني انا مثلا عندي في المصري لعيب اسمه الجلاصي الياس. الياس الجلاصي ده التونسي. تونسي، لعيب رايق في نص ملعب، بيستلم ما بيتخضش، محد يضغط عليها كابتن اسلام. مزبوط. ما بيتخضش. مزبوط. بيعرف يستلم، بيباصي، عنده رؤيه. مزبوط. دي اللعيبه اللي الزمالك محتاجه، اللي مش اول ما تضغط عليا لا ما ينفعش. فالزمالك محتاج برضو اتنين لعيبه بالمواصفات دي في نص نص الملعب. الاطراف كان عندنا نجاحات كبيره. انت عندك كان عندك تخيل احمد سيد زيزو، اشرف بن شرقي في عز تالقهم. اشرف على فكره لو موجود دلوقتي ما ينجحش. ليه؟ لان اللعيبه دي عايزه نص ملعب تقيل. مظبوط. ليه؟ لانه مش هيعاني انه يجيب الكوره ويعمل هجمه بيعدي من واحد واثنين وثلاثه بحلول فرديه، ينزل نص الملعب حلول فرديه. بالظبط. ليه؟ بالزبط. لان انت هتوصل له الكوره طول بالزبط. الوقت واحد على واحد. انت عارف يا خالد، عارف احنا دايما ايه بنقارن بين محمد صلاح ليفربول ومحمد صلاح المنتخب المصري. بالزبط. هو ده اللي انت بتقول عليه. ان محمد صلاح في ليفربول عنده بدل الحل 20 حل. لكن محمد صلاح لما بيجي هنا المنتخب المصري هو المنفذ وهو المخترع وهو المنهي للهجمه، وده مش هتلاقيه في لعيب كوره. بس على فكره مستوى ابتدى يتحسن. لا لا انا مش بتكلم انا بتكلم مع فيتوريا ابتدى يعني كان مؤثر. انا باكد على المعلومه اللي انت بتقولها. لما يبقى عندي لعيبه في الثلث الاخير زي زيزو وبن شرقي، عايزين لعيبه نص الملعب بلاي ميكر، انه يقدر يحط له في الحته الفاضيه واروح، ان هو يقدر يسد عليه ويروح. لكن مش زي زيزو. زيزو الفتره اللي فاتت انا مشفق جدا على زيزو. لان زيزو بيقولوا ايه، بنا ومقاول، عايز يجيب الكوره ويصنع الهجمه وهو اللي يفنش الهجمه. بالظبط. ازاي بالظبط؟ لان اللاعب اللي هو بالمواصفات زيزو ومواصفات اشرف بن شرقي ومواصفات مصطفى شلبي. مظبوط. اللعيبه دي محتاجه، بس شلبي عايزين نتك عليه سنه. بس ايوه بس هو برضو محتاج ان هو يلعب في الثلث الاخير من الملعب. مظبوط. يعني اللي هو يكون مسؤول عن الباك اللي معاه في حاله الدفاع، لكن في نفس الوقت اديله طول الوقت الكوره واحد على واحد. طبعا. بص يا خالد، تعال نتفق ان اي لعيب في الملعب له واجبات دفاعيه وهجوميه. بدايه من حارس المرمى. وهو معاه الكوره هو له واجب هجومي. والكوره مش معاه هو له واجب دفاعي، ولكن بتختلف النسبه باختلاف المركز اللي انت بتلعبه. يعني ايه؟ يعني مصطفى شلبي وانت مش معاك الكوره هو له دور دفاعي، لكن لا يتعدى ال 30%. ما ينفعش ان وانا الكوره مش معايا اقول لمصطفى شلبي انت بتلعب ديفندر 70%، لا الكلام ده ما ينفعش. لا. وده اللي يورينا قوه وقدره نص الملعب. على لان ليه الزمالك الفتره الاخيره بيخش فيه جوان كتيره؟ دي مشكلة جماعية يا خالد. بالظبط. جماعية في التمركز، مشكلة جماعية في الوقوف. بالظبط كده. وبعدين التزام. ما هي مشكلة جماعية، عودة اللعيبة للدفاع. ما هي دي يا خالد اللي بقول لك عليها. ساعات ناس بتكسل. بص يا خالد، كان في مبدأ زمان في الكورة يقول لك خير وسيلة للدفاع الهجوم. المبدأ ده دلوقتي أصبح غلط. خير وسيلة للدفاع هو الدفاع. دلوقتي كل دول أوروبا، أعظم دول أوروبا، أول ما الكورة تتقطع منه ال 11 لعيب، وانا اقصد ال 11 بما فيهم حارس المرمى، له واجب دفاعي، لازم يبقى اللعيب الكره يوصل له ده. انت مش راجل بتلعب تسعه راس حربه والكره مش معاه تقول انا ماليش دعوه، لا انت ليك واجب دفاعي، لكن بنسبه. ما اقدرش احط النسبه بتاعتك زي الراجل اللي بيلعب اربعه وخمسه، راس الحربه له واجب دفاعي، لكن ما اقدرش اقول هي نفس النسبه بتاع اربعه وخمسه. دي كانت مشكله نادي الزمالك. المشكله الثانيه والاكبر يا خالد، ان يعني بيقولوا استخلاص الكوره من الخصم نادي الزمالك ضعيفه جدا، النسبه ضعيفه جدا. الاول زمان من سنتين ثلاثه لا الدنيا كانت مختلفه. لا يعني لا 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 ده كان بيجيبوا الكوره ثانيه. ايام طارق حامد. وعلى فكره كان الزمالك بيباصي
25 و30 كوره ويجيب جون في الاخر. جون بالظبط بالظبط. ما انا بقول لك يا خالد استخلاص الكوره لنادي الزمالك بقى لها فتره من الخصم صعبه جدا جدا جدا، لان الضغط على الخصم بقى قليل. بالظبط كده، الضغط على الخصم قليل. نمره 2 زي ما بقول لك يا خالد، هي المشكله الدفاعيه هي مشكله تيم، مش مشكله خط دفاع الاربعه او الثلاثه اللي لعبوا في الدفاع، لا هي مشكله تيم. ازاي اقف، ازاي اقدر ارتب اللعيبه، ازاي احط البازل في الملعب، ازاي اقدر اولي اللعيبه. ده يودينا ان حسام عبد المجيد مثلا، الونش، اي حاجه، انا ما بعرر اللعيبه دي، ما هو انا بعريها يعني ايه؟ انا فاهم، مفيش سبورت ليها، مفيش سبورت ليها، فبخلي يروح واحد على واحد بالظبط، يروح في مساحات مظبوط. فممكن حسام عبد المجيد دي مش امكانيات مظبوط، امكانيات حسام عبد المجيد ان هو بيلعب كومباكت فريق واحد بالظبط، مجموعه واحده، كور طويله كور عاليه في المساحات القصيره ممكن يقدر بالظبط، لكن واحد على واحد اكيد مش هشيل حسام عبد المجيد كل حاجه، لا لان ممكن اشيل نص الملعب، اشيل المنطقه الهجوميه. ما هو ده ما بيدافعش. اللي انت بتقول عليه ده يا خالد، ده منتهى الاحترافيه في الفهم او في الفكر تدريبي. انك انت لما تيجي تقول اصل حسام النهارده وحش، لا انت بتتكلم غلط. مش حسام اللي وحش، ده هو المنظومه الدفاعيه كلها فيها خلل. المنظومه الدفاعيه كلها فيها في احيانا هتبقى في مشكله في دقيقه، في ثانيه، في تحرك، في كوره، في موقف، في غلطه، لكن في غلطه. لكن انت بتتكلم از جنرال في العموم، لا دلوقتي يا جماعه الكوره خير وسيله للدفاع، هو الدفاع، هو الدفاع. طيب، من اول الراجل بيلعب تسعه لغايه الاثنين اللي بيلعبوا اربعه وخمسه. طيب بكره عندنا ماتش امام سيراميكا، غياب مصطفى شلبي بكره، الحمد لله عوده احمد سيد زيزو. كيف ترى هذا اللقاء خصوصا كمان بهزيمه فيوتشر النهارده؟ تعالي اتفق ان سيراميكا فرقه محترمه من بدايه الموسم او حتى من بدايه ظهورها مع الكابتن هيثم شعبان، عاملين 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 حاله كويسه في الدوري المصري. الراجل الشعباني المدير الفني التونسي اللي معاه معين، معين الشعباني، راجل محترم جدا وراجل له فكر، وهم كلاعيبه كاندفيديوال يعني لعيبه فرديه لعيبه كويسه جدا. وهي مباراه صعبه، وصعوبتها خالد مش عشان سيراميكا كويس، لا هي صعوبتها على الحاله الفنيه والبدنيه والاداريه اللي بيمر بيها نادي الزمالك. صح. نادي الزمالك لو في الوضع الطبيعي بنحترم سيراميكا، بنحترم اي خصم، لكن الزمالك وين الزمالك يكسب. لكن احنا بنقول صعوبه اللقاء نتيجه لانه هو جاي في وقت الدنيا متلخبطه فيه وفرقه محترمه، فهي صعوبه اللقاء بتيجي من كده. لكن ان شاء الله باذن الله، يعني انا يعني متابع الفرقه بقالي يومين ثلاثه، الراجل اللي المدير الفني خوان كارلوس عامل حاجه كويسه جدا يا خالد، بدا يعمل جلسات فرديه مع اللاعبين، وهو ده اللي محتاج نادي الزمالك دلوقتي. واعتقد ان هو بقاله دلوقتي تقريبا 10 ايام مع 10 ايام تقريبا، جه قبل ماتش المقاولين بيومين بالزبط. ودلوقتي بعد ماتش المقاولين اسبوع اسبوع بالظبط كده. اعتقد هل ممكن ال 10 ايام دول نلاقي بصمه؟ طبعا على الاقل اللي بيعمله ده. بص يا خالد، لعيبه نادي الزمالك دلوقتي مش محتاجه فنيات ولا محتاجه بدني قد ما هي محتاجه نفسي. هي كانت مشكله نادي الزمالك مع فيرار ايه؟ ما كانتش فنيه ولا بدنيه، هي كانت مشكله نفسيه. ان الراجل ده مشى، وبعدين الراجل ده جه، الراجل ده بيخسر، ما بيمشيش، فاصبح في جدار عازل بين اللعيبه وبين الجهاز الفني. انت علشان تشيل الجدار ده وترجع اللعيبه تاني، انت مش عايز فنيات ولا عايز نواحي بدنيه، لان الفنيات موجوده، ده بيلعب في نادي الزمالك، والبدني موجود، البدني موجود ما بيخلص، لكن انت كانت مشكلتك مشكله نفسيه. فالراجل ده بقى له 3 4 ايام بيعمل جلسات فرديه مع اللاعبين، اظن دي بدايه كويسه جدا، لان نادي الزمالك مشكلته دلوقتي هي مشكله نفسيه. نفسيه تبقى كويسه ان شاء الله، بدني وفني الدنيا هتبقى احسن من الاول بكتير. تتوقع بكره تشكيل الزمالك ايه؟ يعني مثلا نقول محمد صبحي ولا عواد؟ لا انا شايف صبحي يمشي، الدنيا كويسه جدا. طيب يعني مفيش غير حاتم سكر في الباك ليفت، وممكن عمر جابر يلعب في الحته دي. اهو برضه هنا يعني طبعا احنا يعني 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 كلمه في اذن كابتننا الكبير الكابتن طارق يحيى، ان شاء الله كابتن طارق قطاع الناشئين عايزينه يضخ لعيبه اكتر من كده في 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 الفريق الاول، لان سكر لعيب كويس ولعيب مجتهد و لكن لما تيجي برضه هو عنده مشكله انك انت بتقارنه بفتوح. لا فالدنيا يعني بعيده سنه. اتفق ان الونش، حسام عبد المجيد، حمزه المسلوسي، بس ليا رجاء ان عبد الغني ما يلعبش في نص الملعب. طيب ماشي، عبد الغني ما يلعبش في نص الملعب. ونص الملعب بقى اكيد اللي هيكون متواجد هيكون ممكن رؤى، ممكن دونجا، نبيل دونجا، ممكن وناصر منسي، ممكن شيكابالا لو جاهز، ممكن زيزو، ممكن الناس دي كلها ان شاء الله. كابتن اسلام انا بشكرك شكرا جزيلا، ودايما ببقى سعيد بتواجدك معايا. انا اكتر يا حبيبي، شكرا جزيلا كابتن اسلام فتحي. هنطلع لفاصل ونستقبل بعديها الصحفيين المحترمين، الاستاذ طبعا مصطفى الجويلي رئيس المنظومه الاعلاميه داخل نادي الزمالك، والاستاذ صبحي عبد السلام طبعا الناقد الرياضي الكبير، والاستاذ ايهاب الفولي الناقد الرياضي الكبير. بعد الفاصل نستقبلهم ونكمل في زملكاوي.